السلام عليكم، اخباركم ايه يا جماعه؟ وحشيني جدا جدا. كل سنه وكلكم طيبين يا رب، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل طريقه حلوه قوي قوي للكرينبيرز، اتمنى تعجبكم. وبقول اللي اول مره بيزور القناه وعجبوا الفيديو ما ينساش يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس علشان اي جديد من فيديوهاتي لما اعملها يوصل لكم ان شاء الله. النهارده هنشتغل عليه بطريقه حلوه قوي قوي. هو معايا دلوقتي مش مستوي، انا بشتغل عليه صوص ساعات للحمه لحاجات كتير يعني. النهارده بقى هجففه معاكم. انا فتحته قبل كده حتى شويه بس ما فتحتوش كله، دلوقتي هفتحه كله بقى عشان نستخدمه. ايوه واو، شايفين عامل ازاي؟ هاخد دي دلوقتي، شايفين شكله حلو ازاي؟ شايفين عامل ازاي؟ روعة. بس ما تقدريش تاكليه كده، صور صور، لا يمكن. ابني الصغير دخل فتح التلاجة عفوا نجمة، كان فاكر ان هو لسه طبعا ما يعرفش، كان فاكر ان هيلاقي سويت، فاخد واحدة وادهاني تاني. بفرده بقى في الصينية بتاعتي، وهنزل عليه بالسكر البودرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكمية دي بتاعت 5 معالق سكر بودرة، وهنزل بعصير الليمون بتاعي حوالي 3 معالق. بسم الله، وهقلبه ببعض كويس جدا. اوبا، ايوه كده. تاني هحتاج معلقة ليمون كمان. بسم الله، معالق صغيرة بودرة سكر بودرة يا جماعة. ممكن اسيبه كده ساعة ساعتين وبعدين ادخله الفرن. انا هسيبه برضو شوية وبعدين هدخل بيه الفرن عشان يكون شرب كله، واخلي بالي عليه عشان ما يتحرقش، عشان السكر البودرة اللي فيه والليمون اللي انا عامله عشان ما ينشفش ويعمل حريقة في الفرن. ابا لازم اخلي بالي عليه كل شوية، اعمل تشيك عليه، ابا متأكدة كل شوية ادخل ابص عليه عشان ما يعمليش ايه حريقة. اخلي بالي جدا عشان السكر البودرة اللي انا حطاه هيلزق، فلازم ابقى مخليه بالي عليه. كل اللي انا عايزاه ان هو يشرب السكر والليمون واجففه من الميه بتاعته، وادخله بقى الفرن. بس انا هسيبه بقى شويه دلوقتي. وهنا رجعت لها، انا سبتها ساعتين، كنت مرتبه اني اسيبها ساعه بس انا انشغلت في حاجه تانية فبقى لها ساعتين. دلوقتي هدخلها الفرن، وبعد كده برضو زي ما قلنا في البدايه لازم نخلي بالنا عشان السكر ما ينشفش ويحرق دي ويعمل دخان جوه الفرن. لو مش عارفه تعمليه ما تعملهوش، ممكن تعمليه على عين البوتاجاز من فوق وتبقي مهديه البوتاجاز وتفضلي تقلبي فيه كانك بتحمصيها، بس انت طبعا مش هتنشفيها، تفضلي تقلبي فيه وتعملي تشيك عليه. لو هي استوت ولقيتي السكر بتاعها حلو وجميل وتقدري تاكليها اشتغل عليها. لقيتيها نشفت الميه، شربت الميه ونشفت، زودي ميه شويه بشويه لحد ما تستوي معاكي وتبقى طعمها سويت. اتفقنا؟ لو حسيتي السكر اللي انت حطيتيه، عشان انا ما قلتش كميه قد ايه لان الكميه اللي معايا اشتغلت عليها، حسيتي ان هي محتاجه سكر ضيفي بسيط او ضيفي ليمون بسيط وضيفي برده ميه. المهم ما تخليهاش تنشف، لو لقيتي الورقه دي اتحرقت بسرعه لازم تخرجيها. لازم تخلي بالك ان هي ما تنشفش عشان ما تعملش دخان، عشان السكر والليمون اللي احنا حاطينه. اتفقنا؟ يلا بينا بقى ندخلها الفرن. وبعد ما خرج من الفرن لونه غمق شويه، حقيقي جميل جدا ونشف، شايفين؟ طبعا ما اتحرقش، ده هو ناشف، شرب السكر بتاعه والليمون. بقى مسكر دلوقتي وفي نفس الوقت صور حلوة قوي قوي، سهلة قوي يا جماعة وجميل جدا جدا تبارك الله، ريحته حلوة قوي قوي.
ممكن تستخدميه تحطيه في اكياس وتدخليه التلاجة، او تحطيه في برطمان وتسيبيه في مكان يعني يكون الجو فيه هواء، او تحفظيه في الفريزر. ممكن تشتغلي عليه عصير وهو كده. دي كانت طريقتي فيه، جميلة جدا جدا جدا، طعمه حلو قوي قوي. الله يا جماعة الله، شايفين مدام عمل كده يعني هو شرب المية اللي فيه بقى اتجفف خالص. بصوا جميل حلو قوي ازاي. يوم بصوا من جوه اللون بتاعه الحلو ده، شايفين قلبه؟ الله حلو قوي قوي، شايفين اللون بتاعه بيطلع ازاي حلو جميل. الله يا جماعة الله، لا لا هيروع، انجوي، جميل جدا جدا جدا. انا زعلانه ان انا شغلت الفرن ما كانش عندي غير هو كذا، طعمه حلو قوي قوي، بس دفيت البيت والجو حر النهارده. او ماي جاد. وبكده اكون خلصت معاك وعملت الطريقه الجميله السهله الحلوه قوي قوي ووفرت كتير. دي كانت طريقتي، اتمنى تكون سهله ليكم وتعملوها وتعجبكم ان شاء الله. قد ايه جميله قوي قوي، حلو قوي. رمضان، كل سنه وانتم طيبين، اتمنى تعجبكم ومستنيه تعليقاتكم الجميله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشجعوني بلايك، ولو اول مره بتزوروا القناه اتمنى تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس علشان اي جديد من فيديوهاتي لما اعملها يوصل لكم ان شاء الله. انجوي يا جماعه، كان معكم وعلي من نيويورك.